موضوع التخسيس باستخدام بالون المعدة. البالون بيخسس في حدود من 15 إلى 25 كيلو، ده الرينج بتاعه. فبالتالي هو معمول للسمنة البسيطة، الناس اللي بيعانوا من سمنة بسيطة بيكون كل زيادة الوزن اللي عنده في حدود 15-20 كيلو. في ناس بيعملوا أرقام فوق الممتاز، يعني يخس 30-35 كيلو 40 كيلو في حالات نادرة وقليلة، وفي ناس بيعملوا أقل من المتوسط يعني يخس 10 كيلو أو أقل. باختصار في حاجة اسمها البودي ماس إندكس، اللي هي متوسط الدهون في كتلة الجسد. الجسد طولا ووزنا أقدر أعرف تقريبا قد إيه منه دهون. لو الرقم ده ما بين 30-40% تقريبا من كتلة الجسم دهون، هو ده أنسب شخص اللي يركب البالون. بالأرقام الناس اللي جسمهم فيه أكتر من 40% دهون عادة البالون ما بينفعهمش، وبنحولهم لدكاترة الجراحة علشان يعملوا التحويل بتاع المعدة، يعملوا الحزام بتاع المعدة، أو العملية الجديدة واللي ناجحة جدا برضو دلوقتي اللي هي تكميم المعدة، استئصال طولي للمعدة بحيث انها تبقى عاملة زي الكم كده، فبيسموها تكميم المعدة. البالون بيركب من البق عن طريق منظار المعدة. الانيميشن ده بيوضح، هو ده البالون من هنا لهنا، رفيع جدا واحنا شايفين حجم البالون بالنسبة للبق. طبعا بندخله باستعمال المنظار علشان نبقى عارفين احنا داخلين فين، وبيبقى ليه بوشر كده تيوب ماسكة في البالون علشان نوجهه من خلال البلعوم. ننزل للمعدة وبعد كده نبتدي نملى البالون من بره بسائل، هو عبارة عن محلول ملح وبنحط معاه مادة ملونة لونها أزرق، وهنقول ليه دلوقتي حالا. لما البالون بيتملي بيبقى زي الكورة، ملوش أي شارب إدج، ملوش حرف بيزنق في المعدة يعور المعدة أو أي حاجة إطلاقا. البالون بيبقى عامل زي الكورة وأملس تماما. وبعد كده في صمام بالنيجاتيف بريشر يقفل، فالبالون بيبقى بالظبط واخد هذا الشكل في المعدة، كورة. عشان نتخيل الحجم بتبقى أكبر من كورة التنس بشوية. وجود البالون في المعدة بهذا الشكل بياخد حيز من المعدة، عادة بياخد ممكن نص أو تلتين حيز المعدة، بيبقى مشغول بالبالون زي ما احنا شايفين. فالأكل لما بينزل من البلعوم بيلاقي يدوبك هي المسافة دي بس، وبعدين يبتدي الأكل يصطدم بالبالون، فالمعدة يتهيأ لها ان كل ده خلاص اتملى، في حين ان هو مملي أساسا بالبالون وشوية بس من الأكل. فبالتالي يحصل احساس بالشبع بدري، بتاخد وقت بقى في الهضم عقبال ما الاكل يتهضم وينزل من حوالين البالون عشان ينزل بقى من المعده على الامعاء والاثنى عشر ويبتدي يتهضم وكده. فاحساس الشبع ده يقعد فتره طويله. البالون بيقعد 6 شهور، بعد كده بنشيل البالون بالمنظار زي ما دخلناه، ودي بتبقى عمليه امنه جدا وما فيهاش اي مشاكل. يهمنا جدا احط 10 خطوط تحت كلمة ان البالون عامل مساعد، يعني اللي بيركب بالون يصح ان هو يروح لدكتور رجيم، لان احنا بنوضح له ان احنا ساعدناه في التحكم في الكم وليس الكيف. التحكم في الكيف ده لازم يروح للدكتور اخصائي تغذية عشان يعلمه ويعرفه يعني ايه سعرات حرارية، ايه الاكل الغني بالسعرات الحرارية، ايه الاكل اللي هو ممكن ميبقاش فيه سعرات حرارية عالية، انه ما يتعشاش، العشاء دايما يبقى خفيف، ياكل بالنهار وقت ما هو عايز، يلعب رياضة، يعني برنامج كبير البالون بيمثل منه جزء. فهو البالون جزء من الكل، ولما بيستخدم صح بيكون له مفعول السحر.